عجبتني قصة رؤوف عليا وبيانكا ماسيني. تعرف عليها في سال دو بال وعشق فيها، تعلم على خاطرها الدانس، تعلم الفالس، تانغو، سلو فوكس، وقعد يمشي لها كل نهار حد للبال باش يشتح معاها الخد على الخد من غير ما قالها حتى كلمة. انا النوع هذا من الحكايات يعجبوني. فما الدور وفما القصيد وفما الطقطقة. كيفاش قصتها الطقطقة هذه؟ سي محمد علي اللعبة هذا فنان ملحن قاعد يلحن في دور وقتها، يعمل شكشوكة متاع موزيكا لكن شكشوكة نابلية فاوحة حلوة، عمل هكا كيما نقولوا مذهب وثلاثة بيات وزوز بيات حلوين مطروزين طريزها بالذب، عجبتو هز سمحة للسلطانة منيرة المهدية. كي سمحت قالت له يا محمد ايه ده، ايه الأطقوطة دي، أطقوطة أطقوطة طقطوقة، حتى ولات يقولوا طقطوقة. واللي شهر الطقطوقة مش منيرة المهدية خاطر هي حبتها، اللي شهر الطقطوقة هو سيدي خويا ربي يبارك فيك هي الأسطوانة هذه. الأسطوانة هذه علاش؟ على خاطر هذه 78 لفة، معناها الطقطوقة تقعد 6 دقائق 5 دقائق، الدور تبارك الله ساعتين، يقعد ساعة ساعة مطرب يعمل في حفلة يعمل زوز أدوار هكا هو. ممكن باش يحط الدور ما ينجمش يحطه في الأسطوانة، عاد كان يجيبوا له فيني ولا الشقالة نتاع كوسكسي ما ترفعش كبيرة خاطر، بحيث ولاو المطربين نتاع الوقت هذاك يتهافتوا على الأسطوانات، وكثرة الشركات بيضة فون جراموفون أم الحسن في تونس، حتى المطربين الكبار كما يقولوا مثلا صالح عبد الحي وعبطيف البنا هذوما كانوا يغنيوا الطقطوقة. مثلا صالح عبد الحي غنى اسمها هذيك يقول فيها أبو غراضي وأنا راضي طبما لك انت بقولنا يا راضي أبوها راضي وانا راضي حسن. وعبد اللطيف البنا هذا صوته كي يسمع واحد ما يقولش معناها صوت متاع راجل يغني،
صوت كانه صوت امراه في الجواب، عنده طاقه في الجواب عظيمه مش عاديه. انا عاد كي قلدته ما نجمتوش بصراحه، عملت صوتي زيد صوتي شيء ما حبش. الجواب نتاعو عالي برشا، هو يغنيها الفوق يغنيها تقريبا على الدو. انا عملتها على الفا وقت نفكر روحي عملتها. يا من شوف حاجة تجنن قلبي والهانم عندي مزين، ويا من شوف حاجة تجنن. رنسي ويا من شوف حاجات جنن، يا من شوف حاجات جنن، قلبي والهانم عندي مزين، يا من شوف حاجات جنن. كان منيرة المهدية. منيرة المهدية مش المهدية بتاعنا في الساحل، لا لا، منيرة المهدية السلطانة، سلطانة الطرب. مرة عظيمة، شيء كبير، صوت عندها ما فماش. كانت محبوبة، كانت معبودة الجماهير كما يقولوا في مصر، وكانت عندها العوامة متاعها، الحكومة تتعمل وتتعزل عندها في العوامة متاعها. اي نعم سيدي، وجات لتونس،
جات لتونس منيرة المهدية وجاتني حتى الكباري متاعي. كانت مرأة قوام وجمال ورقة وكصبات صبات الذهب، مش كانت مرأة كريمة، كانت باهية، كانت تحبني وتحب الموسيقيين وتعطف على الموسيقيين وتكرمهم. هاي كانت تبدأ تعمل كيف عليك، يبدأ نقللها في المشارقة، تبقى تقول لي يا قلقلان انت ايه يا قلقلان، انت ارضعوك سكر وعسل ولا ايه؟ اول صحن تاع غناء والديسكو هديته انا الوسيله فخري باش تسمع غناء الكبير الصحيح تاع الشرق، هو ديسكو منيره المهديه اسمر ملك روح، وهي رجال تونس راهي منيره المهديه وملاد الدنيا بالفن متاعها وبالظرافه متاعها وباللطف متاعها وبالضخامه. دخلت الديار الاعيان كل متاع تونس ومشات البي علقلها نشان افتخار وفرح بيها، ومن الجمله في ليله من الليالي مشات تغني في دار سيدي محسن بي، وانا حاضر غديك قاعد بحديك. أصبر ملك روحي وتقول له تعالى وكذا، وهو يعمل يقول لي هيك تنادي لي حاجتها بيا. قلت له سيدي محسن بالك في كلام الغناية هكا؟ قال لي لا لا يا بحري، ما تعرفش النساء انت، قريب باش يصير ما يصير على هالسوء التفاهم هذايا على كلمات الغناية هذية، ومنعنا من الورطة بأعجوبة. الله منير المهدي راه عمل برشا مشاكل في تونس، طيحت الفرضاوي وتعديت الفرضاوي وعملت أعمال اللي ما مش لازم نذكروها توا، أما أثرت أثرت ياسر على وسيلة فخر، ولات الوسيلة فخري تحلم بالفيانكا متاع منيرة المهدية وبالقدر هذاك وبالفلوس وبالديامنت وبالصياغة، وتحب الرجال الكل حواليها وتحب عسكر ليلها. انت من اليوم ما عادش اسمك مبروكة، انت وليت وسيلة فخري. اول صحن تاع غناء هو الديسكو هديته انا الوسيلة فخري باش تسمع غناء الكبير الصحيح تاع الشرق، هو ديسكو منيرة المهدية اسمر ملك روح.
هذا فندق السيدة الأميرة المجيدة سلطان الثاني. وسيلة فخري تخرمت بها، تخرمت وتحب تقلدها، تحب تعمل كيفها، ماهيش مجيب هذا لهذا، ما ندخلوش في التفاصيل. علاش ما تقولش واحد من العائلة المالكة مغروم بالموسيقى هكا أمير عنده عرس؟ ولا سي البحري قالها شنو رايك أتغني في دار الأمير؟ دار الأمير. تفضلوا سيدي بالسياسة. بالسياسة. ها يا بنتي وصل الجماعة في البيت. تفضلوا. تبدأ ورا. مرحبا بك يا وسيلة. هزيتها بيدي باش تغني في فرح في دار سيدي محسن باي. قعدت قدامه تغني، قالها تغني لي أسمر ملك روحي تاع السيدة منيرة المهدية.
الله.